صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم أوروبية بشكل أكبر بالتأكيد، للحديث عن الفريقين الإنجليزيين اللي تأهلوا لنهاية أبطال أوروبا. نبارك لعشاق الكرة الإنجليزية، نبارك لعشاق السيتي، عشاق تشيلسي، خاصة أيضا طبعا باركت أمس لإخواننا في الإمارات، وأبارك اليوم لبعض الأصدقاء اللي أيضا يمكن لهم خلينا نقول لهم مكانة في تشيلسي، وهم أيضا يعتبرون تشيلسي بالنسبة لهم مكانة، منهم طبعا أخوي العزيز الشيخ طلال فهد أبو مشعل، أقول له مبروك يا أبو مشعل تأهل تشيلسي، وتهنئة لبقية الإخوان. أعتقد أيضا الشيخ محمد العبد الله، الشيخ طلال محمد برشلونه، لا انا هو برشلوني باسبانيا وتشلساوي بانجلترا. مبارك لابو محمد يستاهل. نقول هارلك بالتاكيد للرياليه، راح تشوفونهم لابسين اسود اليوم ما يلامون طبعا. نرحب فيهم، نرحب بالجميع. في البدايه على اليمين كابتن احمد موسى اللاعب الدولي السابق، بجانبه اول اطلاله معانا، وكان ودنا ان تكون الاطلاله يعني شوي فيها سعاده وفيها اي والله تكون اطلاله مفرحه، لكن للاسف اطلاله محزنه اليوم. مدربنا الوطني يعتز فيه ونفتخر فيه دائما كابتن محمد الفليتشاوي. على اليسار ايضا شخصيه يمكن كان لها دور كبير بعد الله سبحانه وتعالى في تصوير حلقه من حلقات برنامج تور اللي بثيناه في قناه او على قناه الاي تي في في مدريد، وكان اخوي خلف الدوسري رئيس رابطه ريال مدريد له دور كبير، وسافر معانا الى مدريد ووفر لنا كثير من الامور صراحه هناك في مدريد، وهذه فرصه الان اني اشكره على الهواء. انا شكرته وقت البرنامج، لكن هذه ما يمنع ان اشكره ايضا وهو بجانبنا، وكان ودنا ايضا تكون الزياره يعني شوي بوقت افضل، لكن واضحه يعني شوفوا يوهم راح تعرفون راح تعرفون. ايضا ارحب باخوي اللاعب السابق رزام عيسى، طبعا ابو متعب مانشستراوي مانشستر سيتي. بس متى تشجع السيتي يا مان؟ من زمان، من ماركو هيوز يوم قضب منصور بن زايد. غير ملامح بصراحه. من زمان توه. لا كان السيتي ترى من الفرق الوسط يعني بالنسبه يعني ما يعني قبل السيتيزن قبل لا يستلم ارسنال. ارسنال بس بياع مو والله بس والله بس بس فنجر بس يبيع بهاللعيبه لا يستفيد من اللعيبه ولا شيء. عموما مرحبا بالجميع اللي حاب يشاركنا، اللي حاب يطقطق على الرياليه. طبعا عندي برشلوني هنا، مو همته لا مباراه السيتي ولا مباراه ريال، لكن هم ان الريال طلع. مين حق السيتي؟ مين حق السيتي؟ مين كلكم مين السيتي؟ برشلوني يا اخواني عشان جوارديولا. نعم صح. ما ادري شكو يعني بس بنمشيها لكم. لا والله ميل يعني وايد ناس شجعوا جوفنتوس عشان 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 كريستيانو. وايد ناس شجعوا ريال مدريد عشان كريستيانو، ما كانوا مدريدين بالاصل وراحوا انتقلوا حق مدريد عشان يستشر على محمد. لا انا اتكلم بشكل عام. موسى خلاص لا تزيد الطين بله يعني تشوف اسود. اي والله خلاص لا تزيد الطين بله. صالح ما قال لي يعني انا معاه بجروبين واتساب ما قال لي اسود بس حزن. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. الشكر لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه، معقمات هايجين ميابيرين، فارمالاند، اطياب المرشود، مركز عبد الله تقي للاقمشه، شركه غرب الخليج العقاريه، ايضا دير اندير، معرض بريمير سبورت، وكلاء جيفوفا وزيز في الكويت، ومعرض اسد الملابس الرياضيه، وان شاء الله ايضا السحور جاهز من مطعم السبعينات. واليوم حسب ما قالوا لي سحور فاخر بمناسبه خروج ريال مدريد. ما ادري عاد ما راح ناكل احنا ترى. لا ما يصير لازم احتفاء بالمناسبه هذه لازم. انا عندي تعليمات والله جاتني اليوم قبل الحلقه، تعليمات وتهديدات من اخوي احمد الفضلي ابو حمد. قال خف على الرياليه وريالي ومدريدي. شلون بشر شلون صار؟ لا طيب دزينا على ندق عليه ما يرد علينا. ما يرد ايش يسوي؟ يتغلى الحين بعد خسر ريال الحين بعد ما يرد بخير شر.
والله عموما تعبكم الريال يا لا والله بس انا اذكر فرج لهيب اصبح عليه في مدريد ياخذ 14 ايش يصير فيك لا وفرج لهيب 14 حلقه انا ما لي شغل تقدم 14 انا ما لي شغل بس انا احب اطقطق على العلن ياخذ الدوري لا تخاف يشجع فولهام الدوري يقول وبنرجع له فولهام فخر لندن ناخذ الدوري راح نرجع له ما راح تاخذوا الدوري 2017 بمدريد قدام هباب الفندق شنو قلت لك ما اذكر قلت لك بناخذ الدوري والله 2017 اي 2021 اي بدايه الموسم لا لا انا اكلمك 2017 حزت ذاك الموسم عند باب الفندق قلت لك لما ناخذ الدوري قلت لي لا ما راح تشمونه زيدان تعبان واخذنا الدوري ارجع اقول لك الحين هذه هذا تعليقكم المستمر بالحكام ارجع اقول لك نبي ناخذها السنه عموما خلينا نشوف الهدفين اللي سجلهم تشيلسي وبعدها سنتحدث عن المباراه فنيا بالتاكيد بعد ما نشوف الهدفين استمتعنا اليوم بالتأكيد بالمعلق المبدع الأستاذ رؤوف خليف أمتعنا صراحة وأمتعنا أكثر كورتوا صراحة كورتوا المفروض يحطوا له متحف الاخوان او تمثال او اي شيء المفروض 5-6 خل ابدا مع ابو جاسم كابتن محمد ابو صالح طبعا كابتن محمد فلتشاوي مدربنا الوطني هل السيد توخل تفوق فنيا بما انك كمدرب تفوق على السيد زيدان وليش والله تفوق في المبارتين في الذهاب وتفوق في الاياب قراءه توخل للمباراه ما هي يعني اثناء المباراه فقط هذا عمل واضح ان يعني مجهزين من طول الموسم من اول ما مسك توخيل قاعد يقدم مستويات ممتازه بصراحه يعني تكلم عن 17 كلين شيت هذا اليوم يمكن 18 وصل تقريبا كلين شيت تشيلسي هذا عمل ومنظومه دفاعيه صلبه اليوم يعني احنا شفنا ريال مدريد افتقد للحلول الهجوميه افتقد للمنظومه اللي كان يعني يتميز فيها في التوازن الدفاعي واللعب الهجومي والانتقال السريع. انا اشوف اليوم تشيلسي تسيد الملعب بجميع اطرافه سواء في العمق سواء في الاطراف. تشيلسي قدم مباراه كبيره، هجم من ريال مدريد اليوم. انا ما شفت اي حلول بالنسبه لريال مدريد سواء هجوميه او تنظيم دفاعي جيد، صار في فوضى نوعا ما من خلال يعني بعض الادوات صراحه، يعني فينيسيوس كوينج باك في 3-5-2 ما يصلح يعني نهائيا ما يصلح في هذا المركز لان انت تتكلم في لحظه التحضير لازم اللاعب يكون على الاقل يمكن تستغربون من كلامي انه مهاري لا فينيسيوس مو من اللاعبين اللي يستلم كره بالارض بشكل جيد ويمرر بشكل جيد فينيسيوس من اللاعبين اللي يبي الكره صحيح. السريعه اللي يدز الكره ويركض يبي المساحه مو من اللاعبين اللي يحضر لك بشكل ممتاز يعني حتى ناتشو اليوم كلكم تمدحون زيدان مو ما يبي زيدان حكيمي لا ما عليه مو ما يبي حكيمي انا ما بيدش ما بيدش في اثاره خله ياكلها ما بيدخل في اثاره الجدل ما يخالف لا لا مو اثاره الجدل لا لا ما يخالف انا اكلمك فنيا انت تقول لي إيه فنية ما عنده احد زين ليش بعت حكيمي ليش تقول ما بي مو لا لا مو قضيه مو قضيه ليش بعت الحين انا بتكلم عن مباراه اليوم عزيز لا ترجعني على لا ادري عشان لا اضيع وقت المشاهدين انت تقول لي ما عنده حلول وحط فينيسيوس ومكان مو ما يصلح له زين ممكن تكون ممكن تكون ما يخالف احنا مو داشين في عقل زيدان ولا شفنا شنو الفكره اللي هو يبيها من وجود فينيسيوس انا اتوقع ان الفكره كانت هجوميه اكثر من ما هي تكون دفاعيه يعني انا ابي اتسيد على الاطراف اكثر مندي ما كان جاهز بالشكل المطلوب يعني وجوده يعني سبب نكس بصراحه مندي يعني ما قدم وجوده زي عدمه يعني وجوده زي عدم اي لان وهازارد كذلك ما كان بالشكل بالفورمه وشكل المطلوب حتى الثلاثي الوسط كروز مودريتش وكازيميرو انا اقول لك الفريق كله ما قدم يعني انا بالنسبه لي والله مو متضايق لان احنا يعني كريال مدريد ما قدمنا الشكل الفني اللي ممكن تقول لا كنا نقدر نفوز ولا كنا اليوم بس فقط كورتوا اللي هو نعم. اللي كان الافضل طيب. في المباراه يعني اليوم ابو صالح اشاد بفريقكم خلف وقلل من تشيلسي ما يصير يعني تشيلسي اليوم هو اللي ما خلاكم قلل من تشيلسي لا قال تشيلسي ادى مباراه جميله ريال مدريد لا بعدين قال مو مستواهم والثلاث الوسط مو مستواهم اخر مباراه شفنا ريال مدريد فيها بهالشكل من متى يمكن من 3 اسابيع ضد سوسيداد
شفنا ريال مدريد في مباراتين ليفربول مختلف تماما، شفنا ريال مدريد في الكلاسيكو مختلف تماما، شفنا في توازن دفاعي هجومي خط الوسط، شفنا توني كروس لوكا مودريتش، شفنا امكانيات فرديه. اليوم ما شفنا شيء، اليوم ريال مدريد ما كان موجود، ما كان موجود. انت دائما لما تشوف المباراه افضل شخص فيها الحارس معناته الفريق مو زين بدايه، ولكن اليوم ما شفنا شيء، ما شفنا خروج بالكره، تسلسل اللعب، ما شفنا استحواذ مدريدي بفعاليه او بخطوره، ما شفنا شيء من ريال مدريد، ما شفنا كاسيميرو يصعد زياده في خط الهجوم، ما شفنا انطلاقات سيرخيو راموس، ما شفنا شيء. طبيعي ريال مدريد اليوم سيء فعليا، ولكن ما راح نقلل من اداء تشيلسي، لا، اداء متوازن، دخل ب شو اقول لك؟ اريحيه؟ عقليه الفوز، فريق عرف يفوز. انت هناك تعادلت 1-1، التعادل اليوم 0-0 بيخدمك، ما راح اهاجم، ما راح افتح اللعب، العب بتوازن دفاعي على المرتدات، وهذا اللي فاده اليوم. طيب وعايشه يعني هم مصرين الاخوان المدريديه، يعني اليوم ليش ما تقول والله النقاط اللي ذكرها خلف ولا ابو صالح اليوم سببها تسكيره خط الوسط صح، اغلاق المساحات صح، اغلاق المنطقه صح، يعني اليوم الاخوان مصرين على ان ريال مدريد أسوأ مباراه. انا قلت قبل لا يتكلم باشر، انا قلت لك توخيل حجم من ريال مدريد، شنو معنات الكلام؟ شنو معنات الكلام لما تقول شنو قلت؟ لا 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 لما لانك انت قلت لي زيدان، انا قلت لك الادوات شنو سببها ظهر ريال مدريد، انت لما قلت لي عن زيدان قلت لك بالبدايه كلامي توخيل حجم من ريال مدريد، هذه الكلمه ترى تكفي اني انا اقول لك ان تشيلسي تفوق. طيب تشيلسي تفوق في كل شيء، خلي تكلم عشا بعدين انا ارجع حق شوف انا باخذ من يعني بختبس من كلام ابو صالح لما قال لك توخيل او هذا العمل عمل اسابيع ماضيه مو عمل مباراه، الريال مو قاعد يجهز الفريق حق هالمباراه. اليوم تشيلسي كلنا شفنا من ياهم توخيل الفريق كله بشكل منظوب تتغير شكليا، انت كمشاهد كمتفرج لما تطالع تشيلسي ما تقول هذا تشيلسي اللي قبل توخيل، تقول هذا فريق ثاني فريق اخر، بدلت اللاعبين مع المدرب مع نفس اللاعبين لكن الاداء اختلف، المنظومه كلها اختلفت، اصبح الفريق يلعب ككتل متكامله ينتقل للهجوم وللدفاع ككتله كامله. قبل توخيل كنا نشوف تشيلسي، وانا اقول لك عشان سهم المشاهدين يعني انا مو متابع جيد للمباريات الاوروبيه، لكن من خلال متابعتي البسيطه لتشيلسي ما كنا نشوف تشيلسي بهالاداء، نشوف فريق متفكك، دفاع هش، فريق ممكن باي لحظه تقول عليه، لكن من يا توخيل اصبح الفريق منظومه بشكل كبير ينتقل. اليوم هذا الشيء شفناه اليوم في مباراه اليوم، الفريق كله قاعد ينتقل للهجوم ونفس الفريق يرجع مره ثانيه يدافع، وهذا اللي صعب المهمه، وهذا كلام مصالح وانا اتفق مع كلام مصالح لما قال لك اليوم مو سوء مدريد، ترى حتى لو انا فريقي زين، انا فريقي وايد زين، بس الفريق اللي قدامي محضر زين هم راح يتغلب علي، بس اليوم سوء مدريد زياده عليه تفوق تشيلسي وتفوق المدرب توخيل، هذا عطى هالشكل هذا. اليوم تشيلسي اي فريق بيشوف المباراه او قبل المباراه بيقول لك تشيلسي بيلعب ورا بيسكر، وترى احنا تشيلسي في فترات المباراه هو اللي استحوذ، هو اللي قاعد يلعب ملعب ريال مدريد، مو قاعد يتراجع او قاعد يسكر المنطقه، بالعكس قاعد يلعب بمنظومتين، منظومه انا لما تكون عندي الكره وقادر اني انقل الكره قاعد ينقل الكره، ومنظومه ثانيه انا اذا عندي الهجمه السريعه المرتده قاعد انفذها بشكل سريع، وشاهدنا يمكن اكثر من انفراد في المباراه لولا براعه كورتوا لا طلعت المباراه 4 و5. فاليوم تشيلسي عارف شنو يبي، المدرب عارف شنو يبي، اللاعبين عارفين المدرب شنو يبي، ترابط اللاعبين مع المدرب اللي لاحظناه بعد كل لقطه هدف او لقطه حتى نهايه قبل نهايه المباراه، ترابط الفريق هذا ما كنا نشوفه مع لامبرت. صحيح. كان في مشاكل يعني بينه وبين بعض اللاعبين. صحيح. توخيل سوى امر نفسي مرادف للامر الفني، هذا الامر النفسي اللي خارج الملعب يقوي عملك الفني داخل الملعب. نعم بو متعب، انا يمكن حتى الكلام او هالجزئيه ذكرتها قبل الهوى واذكرها الان حق الساده المشاهدين، شو اللي يعني شو اللي غير تشيلسي بهالصوره؟ يعني توخيل الاسماء اللي عندك لما كان مع باريس سان جيرمان افضل من الاسماء اللي موجوده مع تشيلسي، لكن اللي شفناه الان اداء تشيلسي افضل من اداء باريس سان جيرمان لما كان توخيل معه. توخيل غير بالنسبه حق تشيلسي، غير اشياء كثيره
فرق على لامبارد يوم كان موجود مع تشيلسي، ترابط الفريق، الهجمة المرتدة، الدفاع الصلب، غير بالدفاع الصلب. يعني اليوم لو ريال مدريد لاعب يوم كامل ما يقولون على تشيلسي. حتى قبل النهائي مع مانشستر سيتي في الكاس فريق منظم صراحة، هجمة مرتدة، يلعب على إمكانيات الفريق، عنده عقلية جميلة صراحة توخل. نعم أنا في بعض التغريدات راح أي حق مصالح بيعلق، يقول أخونا سيجار يقول نعم في مصالح الغالي، بس لا تقول إنه مدرب شاب يا أبو سعود، الريال مدرب عيالنا تحت 12 والحين عيالنا ضباط. سلامي له ولكم جميعا، الله يحفظ عيالك ويخليهم لك إن شاء الله. أخونا أحمد العطية يقول تحياتي للجميع أخوي أبو سعيد، وسلام خاص الحبيب والغالي الكابتن محمد الفالتشاوي، منور يا أبو صالح. أيضا أخونا الدكتور سعد العنزي يقول تشيلسي استحق التأهل عن جدارة واستحقاق من المباراة الأولى في ريال مدريد، كان مستوى تشيلسي فارق حيل عن مدريد، أعتقد جميع مشجعي ريال مدريد مقتنعين أنهم لا يستحقون الفوز والتأهل، فوز وإهانة لمدريد، وبإذن الله الغالي للدوري يحسمه، وبإذن الله الفال للدوري يحسمه برشلونة، وخل زيدان ينفعكم. كابتن مساعد السلمي مدرب الوطني راح يجيك والله، يقول أسلم عليك وعلى الضيوف الكرام، زيدان أفضل مدرب يعمل تحت الضغط، 60 إصابة تعامل معها بشكل احترافي، فريق ينافس محليا وخارجيا، لا أعتقد أي مدرب يستطيع التعامل مع هذه الظروف. رديتونا بسالفة إصابات أبو صالح، والله هذا الواقع، شنو الواقع؟ 60 إصابة والفريق فريق 23 لا لا 64 هذا الواقع، لا 64 64 شلون قاعد تلعب؟ شلون تحسب طريقة الإصابات؟ شلون تحسب؟ اللاعب تعور في هذا المباراة يعتبر إصابة، يرجع ما يخلونه، ما يلغونها، ما يلغون إصابة اللي طافت. أنت قاعد تعاني في كل مباراة، قاعد تعاني فيها. كان في بروشور نزل من النادي نفسه بينوا المباريات اللي غابوا فيها بعض اللاعبين. عندي إياها. ينزلها بوست. إيه فهذا الأمر صادر. إحنا مو كلام يعني، هذا شيء موجود وتقارير. بس ريال يعني مو بغض النظر. مو ختافي ولا سوسيداد ولا. أي فريق. ولا ريبانتي ولا محترامي حق ريال مدريد. بايرن ميونخ. أنا ما أبي أشبه بس بايرن ميونخ غاب منه ليفاندوفسكي، شنو صار بالفريق؟ أنت رد علي. أنت رد. أنا قسلك. لا مو اوكي رد علي ما 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 تاثر ما تاثر وخروجه من الاطار خرج من باريس قدم مباراه كبيره من قبل خرج وقدم مباراه كبيره اتكابر كيف بقولك شغله تفضل تفضل ثلاث شهور الماضيه ريال مدريد شارك في جميع مبارياته بلس 7 اصابات 7 لاعبين مصابين اخر ثلاث شهور تحديدا بس ما يتحمل هذا الشيء اخوي خلف ما يتحمل الجهاز الفني يتحمله اكيد يعني انت لما اليوم لما الفريق عنده 64 اصابه فمعناته في خلل عندك في عندك عندك خلل بالتدريب الموسم موسم الجهاز الطبي في مشكله الجهاز الطبي لا شوف الجهاز الطبي للتحضير اخوي ابو صالح بس انت اليوم فريق عنده هالعدد من الاصابات في مشكله في تهيئه اللاعبين هذا يتحملها الجهاز الفني في مشكله في تمرين اللاعبين واعداد اللاعبين للمباريات وهذا يتحمله المدرب اللياقه البدنيه وطبعا هذا ايضا تحت اشراف المدرب الفريق او المانجر مثل ما يسمونه اللي هو زيدان فبالتالي اليوم انت لما تشوف هالعدد من الاصابات يعني في مشكله بالتدوير اليوم انت ليش احنا اليوم في تدوير في 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 منظومه كره القدم في اللاعبين اليوم لان عشان انا اشيل الثقل اليوم انا ابو صالح صار عليه حمل زايد اريحه انزل لاعب مكانه عدوه لا شوف زيدان من اكثر المدربين اللي يعمل المداوره زيدان من اكثر المدرب في الثلاث سنين اللي طافت من اكثر المدربين اللي عمل المداوره ولكن هذا الموسم عانى من النقص الدكه ما هي مثل الدكه قبل ليش ما تقول بصالح ادرب في الكره الاسبانيه انها ضبطت الفتره الاخيره روح مدرب ادرب ها ادرب انا اول شيء اهني احنا الدوري الانجليزي وانا اهني اخوي وهب انه صعد تشيلسي للنهائي ومشجعين نادي تشيلسي زين ضيعت الموضوع خلينا بالدرب زين زين فيمكن يمكن في الدوري الاسباني هابط الفتره الاخيره بالعكس والله هابط الفتره الاخيره اربع فرق قاعد تنافس على الدوري صح. يعني انت والفرق المقدمه اللي عانوا منها الفرق اللي بالمتاخر اقوى دوري الدوري الانجليزي بامكانك انت طالع نيوكاسل وكريستال بالاس بعض رد عليك يقول بس انت متصدر صار ما تقدر تطالع ملقا وغرناطه يعني زين اتفق عندك بس لا انا اتكلم عن المنافسه هالسنه عفوا كمنافسه هذا الموسم الدوري الاسباني منافسه
الدوري الانجليزي مخلص صار اربع جولات ثلاث جولات والايطالي طيب والايطالي انا برجع حق موضوع الاصابات بنتوس تعرفه مدرب اللياقه مدرب اللياقه اللي هديته وراح راح الانتر هي عقود وفي طبعا في لا بس خلاص ما يصير فريقك او ادارتك تتصرف تصرفات غير صحيحه وتشيد فيها ما يصير مدرب لياقه احنا ما شدنا فيها احنا قلنا لك في ظروف ماديه يمر الفريق فيها نفس ما قلنا لاعبين كثار طلعتهم اعاره او بعتهم لان في ظروف ماديه سوى رئيس النادي مال ريال مدريد بطوله بروحه تقول ظروف ماديه هي بطوله بروحه لان في ظروف ماديه ما ظروف ماديه عالم لا هو فعلا لا فعلا لا انا اتفق معك في الحاله اتفق معك لا بعدين هذا لا بس كلام صحيح اليوم انت هذه الانديه تعتمد اعتماد كلي على الجماهير وعلى دخل الجماهير اليوم لما انت تقعد تلعب لك موسم ونص بدون جمهور بدون دعم بدون مدخول اكيد فعلا مثل ما تفضل اخوي خالد اكيد كلمني انت على ديون ريال مدريد 600 مليون ديون برشلونه مليار ما قاعد تفوز ببطولات بلا تفوز ببطولات ما قاعد تبيع تيشيرتات تبيع عندك سبونسر شيب لكن ليش ديونك مليار لان في خسائر صايره بسبب يمكن مصاب النادي مسوي النادي صحي او شيء ما هالك صراحه اخونا ابو صقر داز كابتن محمد وين ازعاجك بتويتر ذبحتنا مدريد تحيه حق صديق الطفوله والاخ الكبير ابو صالح طبعا طقك اول شيء بعدين قال اخونا مكاتب اسمه يقول اعتقد هدف تشيلسي اربك اللاعبين وزيدان اخونا ناصر عيد العنزي يقول سلام للجميع واخوي محمد الفليتشاوي تعاملت معاه ونعم الرجل مجتهد الاخت رقيه زكريا تقول تشيلسي مسح الارض بريال مدريد والله مسح الارض شويه ابو صالح هل فعلا هدف تشيلسي لخبط الامور لو كانت النتيجه 0-0 اتفق يعني احنا هدف تشيلسي صدق يعني هو من قبل الهدف كان في يعني في ملامح هدف في ملامح هدف في تسيد للملعب بالنسبه لتشيلسي يعني قلت لك انا تشيلسي او توخيل حجم من ريال مدريد هذه المباراه ولعب على نقاط قوه ريال مدريد ويعني افتقدنا الحلو صراحه يعني افتقد نعم. ريال مدريد الحلو زين الذهاب بصالح ايه. كان مخلصها تشيلسي من الجيم الاول نعم اي وسجل ريال مدريد وتسجيل الهدف ترى ربع ساعه كان يخلص المباراه وهدف مدريد سبب شويه سبب ربكه لتشيلسي في نعم. المباراه الاولى ايه. يعني هدف مدريد العوده هذه سببت مشكله بس بهذه المباراه يعني ما كان في بوادر حتى لتسجيل طيب. هدف غير تسديده بنزيما الثنتين نعم. اللي بالراس والثاني تعتقد 3-5-2 طريقه خاطئه من السيد زيدان ما في خاطئه في قراءه مدرب ادري خاطئه هو يعني يشوف ولا صحيحه لا انت صحيحه انت رايك ممكن يكون تطبيق اللاعبين سيء انت كنت مأيد 3-5-2 هذا الموجود بغياب كرفخال سوء مارسيلو مثلا مندي اليوم سيء كان مصاب 10 ايام تو لاعب سيركو راموس شهر ونص ما شارك بتشاركه اليوم ما تقدر لانه والله فاران مصاب ناتشو لعبته يمين يعني هي الخطه على 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 المعطيات ادواتك الموجوده بصالح. حاليا نعم بصالح اخونا عبد الله الشران داس تغريده يقول بصراحه سبب خساره مدريد زيدان اللي ما فكر يلعب فالفيردي من البدايه ويفوز بمعركه الوسط فايده فيها الجزئيه جزء منها لان شوف لي وجهه نظر في موضوع فالفيردي صعب انه يلعب المباراه وهو كان في حجر صحي وكان يتمرن بروحه صعب مو مع المجموعه مثل راموس او مندي كانوا يتمرنون مع المجموعه صعب اني انا اجيب لاعب ترى ما دخل تمرين يمكن تمرين واحد اللي هو ما بعد المسحة دخلوا ياهم التمرين أنا كان عندي وجهة نظر إن بلانكو يشارك في هذه المباراة يمكن أنا حطيت تغريدة في هذا الأمر إن بلانكو هو اللي يكون رقم 6 ليعطي أريحية لكازيمير وكروز ومودريج في الضغط اللي على محاور تشيلسي اللي هما جورجينيو وكانتي يلعب مكان منه يلعب مكان كازيميرو ستة يلعب هو ستة أوكي وكازيميرو دايمون يلعب دايمون وتشيل منه مو ثلاثة بتشيل منه راح يصير هو ستة هو ادري بس انا افهمك صالح وهم الاربعة موجودين بس منو البديل يعني انت فينيسيوس برا اي ناتشو هو اللي يلعب باك يمين نعم. إيه
ويصير هازارد وبنزيما مهاجمين. زين بصال هاج انشغلت الفتره الاخيره، هازارد بينزل، هازارد تعور، هازارد نزل التمرين، هازارد بيلعب اعلام. لا بس انشغال يعني في ريال مدريد. هذا مو متعب اعلام يعني، ولاعب كقيمه فنيه على الورق هذا قيمه فنيه. انا لو اقول لك فينيسيوس ولا هازارد راح تقول لي هازارد هو الافضل كقيمه فنيه على الورق، بس داخل ارضيه الملعب ما قدم اي شيء. وصار طيب. عالة على الفريق بدل لا يكون على الاقل بوادر ان لاعب يطلع منه يعني نتفائل انه لا يبي يرجع اللاعب يقدم شيء. هل تشوف هازارد يعني مشى مع مدريد؟ لا ما مشى مع مدريد. امرين هذا الشيء، لان الناس اعتقدت انه هو بديل كريستيانو وقامت تقارن بين كريستيانو وبين هازارد. هذا الامر دخل في موجه اعلاميه واثر اعتقد فنيا داخل الملعب. يعني انت تشوفه ما نجح. انت ايش تقول؟ طبعا ما نجح، ما لعب هو اساس ينجح. ما لعب. وزيدك من اسوء صفقات ريال مدريد التاريخية. اي عدل. توقع يرجع تشيلسي؟ لا ما اتوقع يرجع تشيلسي، بس يعني اعتقد انه يعني ما اعتقد انه يكمل مع ريال مدريد على 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 المستوى اللي ظهر. بس يوم كنا خاين يضحك مع تشيلسي. هذه الصورة لا حطوها ترى صارت ضجة. وفي فيديو يمكن عشان الحقوق ما نحط الفيديو، لكن بنحط الصورة. انت الحين يعني حطيت اهداف ريال تشيلسي ما لا يعني الصورة بس واضحة. ها شوف الصورة راح تبين لك. شوف هذا فريق خسران، هذا فريق خسران شلون؟ هذا لاعب خسران مواصل نهائي. هذا شوف هي بين امرين، في قلة احترام حق ريال مدريد وشعار ريال مدريد، وبين هذول مثلا ربع يبارك لهم وكذا، يعني بين امرين. انت شو تقول؟ انا بالنسبه لي ما ارضى اشوف هالمنظر. انت شو تقول؟ اشوفها عاديه. عاديه ليش؟ عاديه ربعي وسنين وياهم، طلعت المباراه وخلصت المباراه، يعني بمثل بس نفسي حزين خلاص بعد قاعد اسولف واتقشفر وياهم عادي يعني، وبارك لهم عادي يعني ما في شيء. لا لا يا ابو عايش أبارك داخل غرفة الملابس والممار، ما بارك كذي. لا بارك فيه صراحة. لا حتى شكلك يعني. وأنت مو على مستوى زين، أنت مو مادي على الأقل احتفال بارك فيه كناه ومع تشيلسي. خل شيء يغفر لك يعني. خل الناس تقبل. خل الناس ترجع لك، خل الناس تقول يعني إن أنت يعني ما أديت زين وخلاص تسكت. أما ما تأدي زين وتطلع بهذا الشكل، هذه تأثر عليك حتى على يعني الاستمرارية مع ريال مدريد. يعني في مثال ثاني عندك كورتوا. زين ربعه هذيل نفس الشيء صح؟ ما شفناه مستانس كذي، ما شفناه وقف سولف وضحك وكذا. لا ما تصير. انت ايش تقول؟ لا والله الصراحه احتفال مبالغ فيه من يعني هزر. انت مو مع ابو عايش؟ لا مبالغ فيه حيل صراحه. حتى يقول الاخ يقول انه مفروض في غرفه الملابس، بس مو ضحك وكنا طالع من الديوانيه. طيب انا بروح الفاصل وبعدها ان شاء الله اذا في وقت ناخذ مباراه مانشستر او اذا اتصالات يشوف وقت البرنامج. لكن انا قبل الفاصل ابهني جماهير العالم اليوم الفوز على الفيصلي في مباراه مؤجله من دوري الامير محمد بن سلمان الدوري السعودي، وابارك لجماهير العالم كافه صراحه. انتصار مهم ورد الدين ورد الثار للفيصلي اللي اخرج النصر من كاس خادم الحرمين. لكن ايضا قبل الفاصل انا بشيد في مؤسسه واشيد في الاخوان في لاعبين نادي النصر اللي ساهموا حسب ما ذكروا الاخوان في مؤسسه سين. شكرا لنادي النصر بالعموم ولاعبيه بالخصوص على ما قدموه من مساهمات لعائله العم احمد. طبعا هذه المؤسسه هي تتبنى، اذا مخرجنا بس يحط حسابهم حق الاخوان في المملكه بشكل خاص، تتبنى الاسر اللي يعني ضعيفه ماديا وعندهم منازلهم ترممها. فكانت مبادرة طيبة من الأخوان في نادي النصر جزاهم الله خير، وهذه مو غريبة على أهلنا في المملكة. أهل المملكة أهل خير وكرم، وبالتالي يستحقون الأخوان في مؤسسة سين هالدعم. وأشكر أنا مرة أخرى الأخوان في نادي النصر، وأرجع وأكرر هذا مو غريب على أهل المملكة، من على رأس خادم الحرمين الشريفين إلى أقل واحد في المملكة دائما أياديهم بيضاء ويدعمون ويساعدون المحتاجين. نروح لفاصل وبعدها سأعود. صبحكم الله بالخير. قبل أن نتكلم عن مباراة السيتي وباريس سان جيرمان،
انا عندي يعني اتشرف بالعلاقه والزماله والصداقه مع بعض الاخوان في الدوحه في دوله قطر الشقيقه، ووصلت لي فيديوهات ومسجات بمساهمه سمو الامير الشيخ تميم بن حمد في دعم الحمله اللي تمت لاعانه الغارمين والغارمات. وهذا الامر صراحه يعني اول شيء خل اشكر اهل قطر كافه اللي تبنوا هذه الحمله، كل اهل قطر. والشكر خاص ايضا لسمو الامير اللي ساهم في تكمله المبلغ اللي كانوا محتاجينه الاخوان القائمين على هالحمله. هذا الامر مو غريب على الشيخ تميم، اسره كريمه، والده كريم، والدته كريمه، اهل قطر كلهم ايضا اهل كرم واياديهم بيضاء. فامانه يعني انا يعني يمكن تربطني علاقه قلت مع بعض الاخوان في الدوحه منهم من بعض المحتاجين، يعني ما تدرون ايش كثر استانسوا هالاخوان لما تسددت عنهم هالالتزامات الماليه بفضل من الله سبحانه وتعالى، بفضل اهل قطر وفضل سمو الامير. ف بهالشهر الفضيل ايضا دعوات كلها لسمو الامير الشيخ تميم، لي ايضا اهل قطر اللي ساهموا في هذه الحمله لافراح هؤلاء المحتاجين اللي ياتهم التعليمات مباشره بالخروج من السجن، وان شاء الله يعيدون مع اهلهم في العيد. فمره اخرى هذا مو غريب على اهل قطر ولا غريب على الشيخ تميم ولا على الشيخ جوعان ولا كل حكام واهل قطر، وجزاكم الله خير وبيض الله وجيهكم جميعا. خاروا حق مباراة السيتي، ابدا مع ابو صالح. ابو صالح يعني كان السيد اول شيء خلينا نشوف الاقوال وبعدها نتحدث فنيا ما بين السيد بوتشينيو وغوارديولا اللي يبي بس ابدا ابارك طبعا مره اخرى السيتي هار لك لسان جيرمان. ابو صالح، السيد غوارديولا يعني شو الادوات اللي عنده خلته يتفوق على السيد بوتشيني؟ عقله، عقليته غوارديولا يعني قدم قدم مباراته. ما عنده عقل يعني؟ لا 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 عنده، بس الانضباط اللي شفناه من السيتي، المنظومه اللي انا اشوف استراتيجيه السيتي تغيرت في لمبارتين، يعني غير من افكاره بيب غوارديولا، اضاف لافكاره، ما ابي اقول غير، اضاف بعض الافكار اللي هو الكونتر اتاك والهجمه المرتده. الكونتر اتاك والهجمه المرتده تحتاج عناصر معينه، يعني لما نحط محرز واحط فودين على اطراف الملعب والعب بطريقه ال 4 4 2 فلات وفيها بعض التحولات خاصه في المباراه الثانيه الاياب كانت فيها، يعني لو نلاحظ السيتي يعني صراحة أنا من الناس اللي انبهرت في اللو بلوك اللي كان يعمله في مناطق متأخرة، كان الدفاع في مناطق متأخرة جدا. الكونتر اتاك كان سريع جدا من ثلاث لمسات. هجمة الهدف الأول اللي سجله السيتي كان من فرصة البلنتي اللي ألغي. البلنتي اللي ألغي لباريس لعبت بشكل سريع. الظهير اللي صار شوفه وين كان متقدم، اللونج باس كان من ايدرسون، وهذا ما يميز ايدرسون اصلا، وكان اتجاه تكتيكي بالنسبه للسيتي بوجود ايدرسون مو من هالسنه، من سنين طويله كان مميز في هذا الجانب، واستغل غوارديولا من خلال هذه المباراه وكان موجود واضح. بالنسبه للهدف الثاني مثل ما قلت لك، الهجمه المرتده واللو بلوك كانت هجمه لباريس، انتقال سريع لحظه كسب الكره الى السيتي، هجمه منظمه، تسجيل هدف من وينج الى وينج. فودين كان يلعب بالوينج اليسار الى الوينج اليمين محرز. فتسيد السيتي في هذه المباراه بشكل منظم ولعب استراتيجيه دفاعيه جيده. نعم. ابو عائشه اخونا طبعا وزميلنا الاعلامي المميز محمد عواد، اذا مخرجنا بس يعرض تغريدته، افضل لاعب شاب في العالم، انه افضل من هالاند. هذا تصريح ريو فرديناند عن فودين بعد الفوز على سان جيرمان. انا ما ابي اتكلم عن الجزئيه، بتكلم عن الجزئيه الثانيه اللي كاتبه اخونا محمد. مقال من صحيفه ميرور: رياض محرز هو العبقري الحقيقي في مانشستر سيتي، بكره ومن دون كره يقوم باشياء مذهله. انا يعني تعليقي او مقارنتي ما بين اللي قاعد يؤديه رياض محرز ومحمد صلاح. هذا الامر يعني اليوم شوف كلام الصحيفه البريطانيه تقول ان محرز قاعد يتحرك بدون كره. اليوم الفرق بين محرز ومحمد صلاح، انه انا وجهه نظري محمد صلاح ما يتحرك بدون كره،
هذا رأي ما أدري ممكن أكون مخطئ. محمد صلاح ينتظر الكرة تيجي لا يتحرك بدون كرة ما هذا الفرق بينه وأشادت فيه صحيفة المرة. لا شوف إحنا ما نقدر نقارن لاعبين يلعبون بناديين مختلفين بسيستم مختلف بطريقة مختلفة ونقول هذا أفضل من هذا ولا هذا يتحرك بكرة وهذا من غير كرة. منظومة ليفربول طريقة لعب ليفربول تختلف عن منظومة السيتي وطريقة لعب السيتي. طريقة لعب السيتي مو بس محرز يتحرك بدون كرة، كل اللاعبين يتحركون بدون كرة. فاليوم احنا ما يصير نقول والله طريقة ليفربول تعتمد على الأطراف على ماني وعلى محمد صلاح كأجنحة ثابتة يتحركون مع الكرة. فاليوم ما تقدر انت تقول والله عشان هذا يتحرك بدون كرة هذا افضل من هذا، لا هذا كلام خاطئ. انا برجع على سؤالك حق اخوي ابو صالح وبضيف على كلامه، انا اتفق معه بجزئية انه فعلا اللي يعني شيء مغاير عقلية غوارديولا زائد الامكانيات المتوفرة له. يعني المدرب الوحيد في العالم اللي عنده فريق ثلاث فرق، واحنا كلنا كمتابعين اليوم لما بيلعب السيتي قبل ما تنزل التشكيلة ما ندري اليوم منو بيلعب، ما ندري اليوم هل التشكيله هذه يعني اليوم حتى في نجوم تتوقع انهم هذيل شبه ثابتين بالتشكيله تشوفهم في المباراه مو موجودين. فاليوم غوارديولا هو المدرب الوحيد في العالم اللي عنده فكر مغاير زائد عنده مجموعه من اللاعبين المختلفين عن بقيه الفرق الاخرى. يعني غوارديولا اليوم تشكيله يعني احنا يمكن فتره من في فتره في الدوري ما كنا نشوف وهو كابتن الفريق نسيت اسمه البرازيلي فرناندينيو لعب هالمباراه وما توقع رودري ما لعب بالضبط. يعني احنا فرناندينيو هذا فتره طويله كنا نشوفه بعيد عن التشكيله وكان حتى ما ينزل كبديل، لكن اليوم انت في هالمباراه في قبل النهائي تشوفه موجود. فاليوم هذا الفكر اللي يحمله غوارديولا والتغيير المستمر في التشكيله عطى حافز للاعبين. يعني اليوم لاعبين السيتي عندهم حافز ان كل واحد لما ينزل المباراه يبي يكون عنده اداء 100% عشان يثبت ويبي يثبت للمدرب اني انا استحق هذا المكان. فانا اعتقد اليوم خلق التنافس اللي عمله غوارديولا في السيتي هو واحد من اهم العوامل في بروز السيتي بهذا الشكل وبهذه الصوره. بس بموسى غوارديولا ترك الفلسفه مالته الزايده اللي حصل مع توتنهام في دور 16 قبل موسمين، ريح الجيم الذهاب، ريح دبرون وريح ساني وريح رحيم زين، وبيغلب في الإياب فغلب توتنهام لعب نهائي مع ليفربول عدل، فتركوا فلسفة وقام يلعب على شنو على الشيء الصحيح اللي ينتسب له ينتسب حق الفريق مو ينتسب حق الفوز. هو بيغير معالم اني انا اوجه الانتصار حقي اني انا غلبت بطريقتي الخاصة، بس الحين يلعب كمجموعة مع السيتي كمدرب وكلاعبين. طيب انت شفت مباراة اكيد خلاص. طيب في سؤال سأل اخونا سؤال في محله وابي رايك فيه، واذا الاخوان ايضا عندهم ايضا راي حول هذا الموضوع. اعتقد اخوي طلال الثليف يمكن اللي سأل السؤال. اي نعم اخوي طلال سأل سؤال يقول ابي رايك، ابي خل رايي انا راي ضيوفك الكرام عن حرمان رياض محرز من جائزة افضل لاعب بالمباراة ومنحة لروبن دياز. والله هي بالنهاية آراء اللجنة ما أشوف يعني أنا ما أشوفها مستحقة صراحة. لازم رياض يأخذها، هو اللي سجل هدفين مستحقها 100%، ولكن بالنهاية هذه رأي لجنة، آراء لجنة أكيد فيه لها معايير معينة أكيد. طيب لكن أشوف محرز يستاهلها 100%. ومانشستر سيتي يستحق الفوز، يستحق الفوز أكيد، لعب بواقعية. غياب مبابي أثر؟ لا تأثير، لكن ما راح نقول لو موجود مبابي والله بيصعد باريس، لا مستحيل. أنا أشوفه أثر. قبل لا تسك عن مبابي، أنت كنت من ضمن الإخوان وهذا شرف بالتأكيد لنا ككويتيين في اختيار أفضل لاعب في كأس الخليج اللي كانت في الدوحة كابتن محمد، وهذا شيء يعني نعتز فيه ونفتخر فيه ما في شك وجودك من ضمن هاللجنة. اليوم اختيار محرز أو عفوا روبن على حساب محرز، كانت في مقاييس معايير من وجهة نظرك؟ هما شوف كل لجنة دراسات تضع معايير معينة. يعني مثلا اليوم اللي خذ أفضل لاعب كانتي، نعم، مش هيرتس مثلا اللي سجل هدف أو فيرنر اللي سجل هدف. المعايير اللي تحطها اللجنة ممكن ما تكون هي الأهداف، بس تبي أنا وجهة نظري أنا الشخصية كمحمد، أنا أشوف محرز هو اللي يستحق الجائزة. نعم بس هم ما ننكر دور دياز
طلع يعني كورتين يعني كانت خطرين بفدائيه عاليه جدا يعني رفعت يمكن من معدل النقاط طيب. في المباراه تتوقعون السيتي والبطل ولا تشيلسي خلف؟ لا السيتي. السيتي البطل. والله متخوف مع اني انا مشجعين السيتي بس كتشيلسي كطريقه صراحه اليوم يخوف ثلاث ايام ما يقولون على ريال مدريد. بس بخصوص سؤالك بخصوص مبابي انا اتوقع وجود عدم وجود مبابي اثر بشكل كبير ولو كان موجود مبابي اعتقد والله اعلم يعني ترى راح تتغير موازين وايد لان كلنا نعلم قوه مبابي في الانطلاقات السريعه يعني وراح يعمل ربكه وراح يخلي دفاع السيتي يتاخر بشكل كبير يعني ما راح يخلي هذا الاستحواذ والسيطره من 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 ورا والدفاع لا راح يخلي عامل الربكه موجود في السيتي فانا اعتقد موسى حتى في الكونتر اتاك باريس كان يعتمد على نايمار كمحطه ونايمار ما يصلح انه يكون محطه بس بموسى غير بالدفاع جاردولا شيء عجيب صراحه يعني فرق العام خرمري كان دفاع السيتي هالسنه لا غبار عليه صراحه طيب تغير رايك عن موضوع امبابي كلهم مختلفين وياك لا 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 انا قلت لا له تاثير ولكن ما اشوف انه كان راح يقلب المباراه اكيد له تاثير غيابه مؤثر ولكن انا اشوف السيتي كان صاعد طيب ما فاد السير ما فاد باريس ها اي سير فيركسون امس لا ما له موجود يقول راح لهم الفندق وتعويضه يعني ضعف بالسيتي لا لا تعويضه تعويضه بخصوص باريس تفضل بروح اتصالات بس قبل بخصوص يعني مباراه السيتي وتشيلسي بالنهائي طبعا احنا يعني ما نعلم الغيب لكن هي معطيات اللعبه الاخيره اللي لعبوه في الدوري ترى تشيلسي تفوق على السيتي في الدوري وكان هو الافضل صح عرفت فانت اليوم اذا بتقيسها ك ك كمبارتين تشوفها تشوف نعم. اعتقد ان المباراه ما راح تكون سهله طيب. مثل ما الناس متوقع ان المباراه سهله للسيتي لا راح تكون مباراه جدا صعبه وغاد تكون الغلبه لتشيلسي طيب. طيب دفاع تشيلسي صراحه انا بروح عفوا اتصالات بس قبل اتصالات في تغريده ابي اعلق عليها انا امس باركت حق الاخ العزيز الاستاذ ماجد النفيعي اللي تم انتخابه رئيسا للنادي الاهلي السعودي اليوم هو كاتب تغريده راد فيها على الاستاذ تركي آل الشيخ وزير معالي وزير الترفيه في المملكة العربية السعودية. شو يقول الأخ ماجد؟ يقول تعلمت منك حكمة ما نسيتها إذا عزمت فتوكل على الله تستاهل كل خير كل شيء زين يا أبو ناصر. إحنا نقول حق أقول حق الأستاذ ماجد يا أستاذ ماجد يعني هذه آية كريمة ما يصير تقول حكمة يعني هذه الآية كل واحد مسلم ينولد هذه موجودة ما تتعلمها انت من نفسك يعني لما تنولد كل شيء تتوكل يعني انت بتتوكل فيه على الله سبحانه وتعالى مو حكمه تتعلمها من اشخاص هذه ايه تتعلمها من الله سبحانه وتعالى من القران الكريم فانا اعتقد هالتغريده ما توفقت فيها يا استاذ ماجد يعني يا انك تغيرها تمسحها اوكي تشيد في ما في شك تهنئه الاستاذ معالي وزير الترفيه تهنئه تستحقها ومن رجل يعني لا مكانته وتقديره في المملكة ما بين الرياضيين لكن إنك تقول أتعلم منك آية يعني آية كريمة وإذا عزمتك ما تصير ما يصير يا أستاذ ماجد يعني هذه يعني ما توفقت فيها وأتمنى تتقبل مني هذا الانتقاد وتتقبله بصدر رحب وفي أمور أخرى تتعلمها من أبو ناصر أو من أخوي الأستاذ تركي آل الشيخ غير آية كريمة يعني عموما انا اطلع عليه درب هذا اخذ اخوي انور صبحك الله بالخير صباح الخير ابو سعود يا حياك يا حياك الله كل عام وانتم بخير وانت بصحه وسلامه اسعد من عواده ورحت فيك ضيوف الكرام حياك احمد موسى منور ما شاء الله عليك الله يحفظك حبيبي نورك طال عمرك حبيبي عبد العزيز انا ماني موضوعكم اليوم عشان انا ما ابي ادخل وتدري احمد موسى اخوي حبيب قلبي نجم ياما متعنا في لعبه وسمى منتخب ومع النادي العربي. الله امس فايز فريح ما نطوع قال كلمه صراحه المفروض ما يقول يمكن حتى خليها الى يدني احمد موسى. ايش دخل نادي القادسيه امس نادي القادسيه في الحلقه وهو مطرف من نادي القادسيه لما يقول في القادسيه ياخذ بطولاته بالحكام انت بالعزيز انت تقول لا ما ما, ما نرضى. أنا بسألك سؤال، ما نتكلم عن النادي العربي، العربي كيفه زين؟ بسألك سؤال، بقول له أنت الحين تقدر تقول في الحلقة في البرنامج المميز الديربي
تقدر تقول نادي الكويت ياخذ بطولاته بالحكام؟ ما تقدر، ما والله ما تقدر ولا توصل اصلا. يا عبد العزيز اذا الشخص قاعد مثل محترمه ومقدره، وانا قلت محمد فريح لاعب العربي انا ابي بالمنتخب، هذا اللاعب ما شاء الله عليه تبارك الرحمن لاعب مكانه بالمنتخب محمد فريح. انا لما العب مع العربي انا الصراحه اخاف منه صراحه، لان هجومه لعبه واخلاقه عنده اخلاق جدا عالي. يا عبد العزيز قبل لا اختم، اي شخص يدخل انت دائما يعني تمتعنا بكلامك الطيب، بتقول ما له شغل بالغاشيه، ما له شغل بالغاشيه. ليش انا بقول شيء قبل اختم، بقول حق فاز بريح، هذا لك 15 سنه او 20 سنه القادسيه يفوز على العربي، انت تطالع بالتلفزيون تطالع على المدرج تشوف القادسيه شلون ياخذ البطولات. طيب مدرب وكذا. شكرا عبد العزيز، انا مشكور. اول شيء يا اخوي انور ابو خالد، من حق كل ضيف يتكلم عن النادي اللي يبيه، يتكلم عن الطرف اللي يبيه، يتكلم عن الشخصيه اللي يبيها، مو احنا اللي نمنعه والله لا تتكلم عن النادي ولا لا تتكلم عن الشخص ولا عن هالطرف. في حدود، كل ضيف يعرف الحدود اللي هو يتكلم فيها، الله سبحانه وتعالى، الامور الدينيه بالتاكيد، والذات الأميرية، الذات الإلهية والذات الأميرية، هذه خط أحمر ومصونة في أي برنامج تلفزيوني، مو بس في برنامجنا. فاليوم بيتكلم عن نادي القادسية، بيتكلم عن الحكام، بيتكلم من حق. شيء ثاني، الأمر اللي قاله أنا رفضته، وأرفض أي شخص آخر يقوله، اللي بيقول نادي الكويت بالحكام، اللي يقول نادي العرب بالحكام، اللي بيقول القادسية بالحكام، مرفوض هالأمر. تبي تفوز، فوز بذراعك، فوز بالملعب، فوز بمستواك بأدائك. مرفوض هذا الامر، لا من اي شخص اخر، مو بس من فايز ولا من دكتور فايز ولا من اي شخص اخر. لا هو بس شوف، بس عشان انه يمكن حتى في حلقه انا اخوي انور، يعني شوف نادي القادسيه نادي عريق ونادي كبير ومن الانديه اللي الكل يحترمها والكل يعرف مستواها، وعمره ما يعني كان حكام. نادي القادسيه يملك لاعبين من تاريخ الكره الكويتيه، يعني عمالقه الكره الكويتيه كانوا في نادي القادسيه، وهذا نادي ما يختلفوا على الاثنين، هو من افضل الانديه في تاريخ الكره الكويتيه. فما نعتقد ان هذا الفريق يحتاج الى حكام او غير حكام، لكن يمكن خانة التعبير اخوي فايز في كلمتها، وهذا امر طبيعي. لكن احنا لما في يوم من الايام انا تكلمت عن العربي، احنا العربي كنادي، انا اتكلم عن نادي، انظلمنا في 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 بعض المباريات وفي بعض السنوات وفي بعض البطولات، انظلمنا من التحكيم، وهذا امر طبيعي يحصل. الظلم هذا امر طبيعي، والحكم بشر يخطئ، لكن انا ما اعتقد نادي القادسيه من الانديه اللي يعني ينطر ان الحكم يخدمها. لا، فريق لاعبينه منتخب وكلهم يعني اصحاب خبره واصحاب مستوى عالي، وما ينطرون حكم. بس يوم انظلمت من اللي استفاد من الظلمه؟ القادسيه، الكويت، السالميه، كاظمه، يوم انظلمنا قدام الانديه، مو بس طيب. القادسيه، احنا يوم انظلمنا امام الكويت انظلمنا، امام القادسيه انظلمنا، امام السالميه انظلمنا، امام كاظمه انظلمنا، امر طبيعي. طيب اروح لاخوي غزاي، صبحك الله بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام. صبحكم الله بالخير. حياك الله. شلونك ابو يوسف؟ يا هلا وغلا. طيب. زين لونك. عرفتني ولا؟ اكيد العتيبي. ونعم. ونعم عليك زاد. حلو اخبار؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله بخير. اي عادي اكيد طيب. اذا تقصد شيء مو زين. لا طيب الحمد لله. الله يسلمك. هذا اخوي غازي بتفونه هذه ها؟ سؤال هذا بتفونه. برشلوني. برشلوني. ايه ما يحتاج يا ابو عايشه. والله يقول ان شاء الله ناخذ الدوري بعد عشان مره واحده يصير طيب. ما يحتفى عليك. برشلونه ليش مستانس؟ ها؟ برشلونه الاخ غزاي ليش مستانس؟ ضاغطني انا عادي ضاغطني انا. حقهم يستانسون. لا لحظه، مباراه تشيلسي ومدريد مستانسين، من السيتي و باريس مستانسون. شكون بس حتى احنا من المغرب مستانسون. والله اي والله عطيه سم. انت كل مره تضغط انت الهلال ريال مدريد. شلون؟ اقول دائما تضغط الهلال ومدريد. اي والله استانس الصراحه لان مشكور يا غزاي. اخذ اخوي فيصل، صبحك الله بالخير. فيصل. هلا ابو سعود. يا حياك الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك اخوي. ابو سعود ترى العربي مبتعد من 2001 ل 2009 يعني. منو كان ظالم العربي في الفتره هذه؟ احب اسال كابتن احمد موسى. يعني قبل لا يمسك الشيخ طلال العربي مبتعد 10 سنين.
يعني كل ما قلنا لهم شيء قالوا العربي مبتعد. لا مو مبتعد، من قال لك العربي مبتعد؟ 2002 ماخذ الدوري، 2003 انت تقول من 2001، 2002 ماخذ الدوري، 2003 ماخذ مجلس التعاون، 2005 ماخذين كاس ولي العهد، 2007 ماخذين كاس الامير. الدوري 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 الدوري، مو هذا اللي قاعد اقول لك، هذا الظلم، هذا الظلم. لان 2003 ل 2009 قبل لا يمسك الشيخ طراوكب مرتعد. شو تفضل كمل بعدين اجاوبك، تفضل كمل اخوي حبيبي يعطيك العافيه. مشكور مشكور يا اخوي فيصل. اخذ اخر اتصال اخوي نشد، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا ابو سعود، يا حياك ضيوفك وخصوصا رياليين طبعا. شكرا. نقول لهم هذا لك. طبعا انا واقعي ما اعرف اجامل ولا احلل بناء على النتائج. الريال ما يستحق انه يلعب النهائي، كان سيء، في مشكله متوسط عمار اللاعبين ترى عالي جدا، ارهاق بين عليهم، عدم الجاهزيه معظم اللاعبين، خاصة راموس والناس مو جاهزة، يعني مندي وكذا ما كانوا جاهزين. الأمر الآخر مدرب ورئيس النادي، يعني قاعد تلعبون بدون قلب هجوم، يعني بنزيما أنا هذا اللاعب جنني، يلعب قلب هجوم ينزل لي نصف الملعب يبي يسوي كل شيء، شلون يعني؟ يعني فريق عريق مثل هذا ما عنده قلب هجوم، يعني فما يستحقون، لازم يبي له إعادة، الريال يبي له إعادة ويبي له يعني موضوع كبير. بالنسبة حق أمس فاز فريح، إحنا لما قلنا العاطفة يا أبو سعود نقصد إنه عرباوي، مو عشان أخوه لاعب كبير ومثل ما قال الروضان، وأنا أكد على كلام الروضان اللي قاله أكد عليه، وأنا أقول إن الآن اللي بسيطر على الاتحاد الكويتي وعلى الكرة الرياضية وعلى الأندية وكذا اللي هو نادي الكويت بقيادة السيد خالد الغانم. وكل شيء قاعد يصير على اساس ان القادسيه ما يوصل الى يعني البطوله، يعني الان باقي اربع مباريات راح يستخدمون كل الطرق. وهذا لا لا كلامك مو صحيح اخوي نشد، لا لا بس عفوا اخوي نشد، لا 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 اول شيء كلامك اول شيء كلامك مو صحيح، كلامك مو صحيح اللي قاعد تقوله، ما يصير تقول ما يصير هالكلام، ما يصير ابو عاشي. خلينا نكمل لا بس ما يصير تكمل، كلامك غلط اخوي نشد. نادي العربي يستحق، ما قلنا شيء، نادي العربي يستحق البطوله ولعب واخذ النقاط من ذراعه وبجهوده، سواء ادى ما ادى هذا ما عليه خلاف، بس انا اقول لك تخوفا الكل قاعد يشتغل ان القادسيه ما يستمر بالمنافسه. طيب شوف العربي الدوري العربي اذا ياخذه يستحقه لانه خذاه بجهده. طيب مشكور. في نقطه يعني اول شيء كلامك انت عن السيد خالد الغانم، تقول والله الكل يدري ان سيد خالد الغانم هو قاعد يدير الاتحاد، كلامك هذا يعني ما اخذ خير. لو هو على كلامك كان خذ الدوري، كان هو حط كل السبل انه يصير بطل الدوري، فهذا كلامك مو صحيح. اول شيء ما يصير هو يقول هو قال كلامه واضح وعايشة، هو كلام واضح والناس فاهم الموضوع. شنو اللي فاهمته؟ ايام قبل التكتل منه كان الشيخ طلال، نعم. وكانوا يقولون الشيخ طلال ويدير، نعم. التكتل الشيخ طلال ويدير الاتحادات، الان التكتل بقياده السيد خالد غانم، شنو المشكله؟ شنو الغلط بالموضوع؟ لا الغلط انا اقول لك ما يصير، هناك يا شيخ طلال عادي تقول مو غلط، لا مو الحين لما يقولون خالد غانم غلط ما يصير، هذا معروف، هذا اللي واضح. اول شيء ما يصير لانه لما يقول كذي انت شيء ما شفته بعينك، وقاعد هاي افتراضات، قاعد تقول. لا مو افتراضات، لا مو صحيح، لا هذا معروف يا ابو، لا مو معروف، هذا ما يصير. وبعدين شلون العربي هو متسيد، هو متصدر العربي الحين، العربي هو متصدر الكويت ترتيبه السادس السابع، ما له شغل لك. شو ما له شغل؟ هو قاعد يقول خالد غانم قاعد يدير الاتحاد، هو مو قاعد يقول خالد غانم قاعد يدير الاتحاد، قاعد يدير الرياضه، قاعد يقول قال يدير الاتحاد، قاعد ما له شغل الرياضه. من هو الاتحاد؟ من هو الاتحاد؟ اوكي لو يدير الاتحاد هو قاعد يقول خالد غانم يدير الاتحاد، لو خالد غانم يدير الاتحاد كان الكويت هو متصدر الدوري. ما له شغل، شو ما له شغل؟ ما له شغل يا ابو عاد، يعني اللي يدير الاتحاد هو اللي ياخذ الدوري؟ هذا وين قاعد؟ هذا مو انت قبل يوم تكتل القادسيه قاعد ياخذ الدوري؟ لا لا هذا كلامي ياخذ، لا مو كلامي. كلام منو؟ انا كلامي واضح ابو عايشه، ما يصير القادسيه، ما يصير ما يصير يعني اللي يدير الاتحاد وياخذ الدوري، مو منطقه. شوف القادسيه يدير الرياضه، يدير انتخابات اتحادات، المرشحين اللي يطلعون من التكتل، هذا امر طبيعي. بس شوف القادسيه ليش تخافون تقولونه؟ يعني القادسيه شوف القادسيه فريق بطل بوجود الشيخ طلال، الله شافي عافيه، وبعدم وجود الشيخ طلال، والكويت بطل وجود خالد غانم، وعدم وجود خالد غانم. يعني الحين قبل خالد غانم الكويت ما كان بطل، ما كان ياخذ بطولات، خلاص هذا الانديه، هذه الانديه، هذه يعني احنا ليش نقص على روحنا؟ ترى العربي الكويت القادسيه كاظم، هذا الانديه، هذا الابطال الكويت، هذا اللي دائما بينهم المنافسه. طيب صح. طيب خل ارجع حق كرتنا الاوروبيه، في خبر مهم وباخذ راي الاخوان وتوقعهم.
ابدا مع ابو صالح. توقيع السيد مورينيو مع روما فاجئك ولا كنت متوقع يروح روما؟ لا والله فاجئني صراحه، مفاجأة. بس لما يعني تفكر في الموضوع اكثر يعني انا اتوقع انه في مشروع بالنسبه لروما بتوقيع مع السيد جوزيه مورينيو. لما تجيب مدرب مثل جوزيه مورينيو في مشروع لبطوله، ما هو مشروع بناء. يعني مدرب دائما ينظر الى البطوله، اكيد في تعاقدات، اكيد في اسماء كبيره راح تجي لروما، واعتقد انه في يعني في دفع، في دفع وفي كاش اتوقع، لان ما تجيب مورينيو لهدف بناء فريق، مستحيل. طيب انت شنو توقع اول شيء؟ عندي سؤال، ما تشوف مورينيو انه خلاص؟ خلاص ما في مدرب خلاص، يعني انت تشوف على, على على المعطيات اللي قاعد تشوفها الحين ونتائجه مع الاخر فرق قاعد يقلبها، ما تشوفه يعني قاعد يؤدي وكله قاعد يقال. انا ايد والله ابو موسى يعني تشوفه كله يقال. ما اقدر اغيرها يعني، بس انا وجهه نظري انا ما في مدرب خلص. لا بس من بعد انتر ما عنده اي شيء. ليش مع اليونايتد خذها؟ ويا ريال مدريد فاز بثلاث بطولات، رجع الفريق الى الشامبيونز ليج. تحكي عن البطولات المهمه، في البطولات المهمه الدوري ودوري الابطال. إيه خذ الدوري مع مدريد، ريال مدريد فاز بالدوري، فاز ب بعدها انا اليونايتد ترى تحكي السنين الاخيره يعني اخوي خلاص مع يونايتد خذ ثلاث بطولات ترى، هذا اليوروبا ليج، اخذ اليوروبا ليج يعني. بس بعد يونايتد يمكن بعد يونايتد حتى ترى يعني الاداء مع يونايتد بغض النظر عن ثلاث بطولات، البعض يقول ما كان باهت. بس ما قال اخوي ابو صالح قبل شوي، مورينيو مو المدرب اللي تاخذه عشان يسوي لك مشروع فريق عقب ثلاث سنوات. مورينيو تاخذه وياك 300 مليون سوي لك فريق، اما والله يجيب لك بطوله، اي يجيب لك بطوله، اما والله لا باخذه نفس فيرجسون مثلا، نفس ارسن فينجر، صنع لك فريق لاربع سنوات قدام. لا انت فاجئك؟ اكيد اكيد مفاجاه، اكيد مفاجاه. يعني مورينيو انا اشوفه ممكن يروح الميلان مثلا، مع انه ظروف الميلان ترى مشابهه لروما، يعني ما هي ظروف زي جيده يعني. مو روما، ميلان ظروفه مو جيده، يعني حتى لو موقع مورينيو الاعلام ما راح يقول مفاجاه. ليش؟ لان ارث ميلان، لان الميلان اي لان اسم ميلان كبير ايطالي. بس لما تحق روما، روما يعني يوم من الايام دربهم كابيلو، مدرب كبير وكان تاريخي يعني في ذاك الوقت. نعم. روما يعني روما مو الفرق اللي انا اشوفها صغيره يعني بالنسبه للدوري الايطالي، فرق دائما تحاول تنافس في الدوري. كم ربحان هو بس من الاغالات مورينيو؟ ما له شغل بالربح، هذا عقد يعني رزام، هذا عقد متعب بين المدرب وبين النادي. خلاص ما تبي يربح خليه يكمل عقده وسلام عليكم مشى. وبعدين حتى طريقته مع توتنهام مع مانشستر باهته، طريق دفاعيه وعلى المرتد. مع توتنهام كان زين ولا مو زين؟ لا مو زين والله، بس كنسبه اهداف اختلف معاك، نسبه اهداف بالعكس توتنهام حتى لو طريقه إيه؟ دفاعيه بصالح، ما هي هذه يسالونه اسلوب لعب، اسلوب لعب مو غلط، مو غلط في فرق فازت ببطولات وهي دفاعيه. ايطاليا 2006 فريق دفاعي جوارديولا نمدحه لانه لعب باسلوب دفاعي ممتاز ومنظومه دفاعيه، غير من المنظومه. انت تو قاعد تقول انا اشوف غوارديولا كان مميز في الجانب الدفاعي، صح ولا لا؟ اي نعم مميز، اي لان شوف ترى العمل الدفاعي ترى مو ما هو شيء سهل، لا مو سهل، لا مو سهل، صعب، اصعب من اللعب الهجومي. اللعب الهجومي مرات تعتمد على بعض الابداع من بعض اللاعبين، اما المنظومه الدفاعيه هذه صعوبه، شلون انت تنظم فريقك بس 90 دقيقه يلعب سكر منطقه انت قاعد تبالغ والله يلعب على المرتده، يلعب على المرتده. وبعدين يسالونه جمهور توتنهام يقول متى بناخذ الدوري؟ يقول انتم ما اخذتوه 62، يرد عليهم استفزاز يعني. لا هذا استفزاز، هذا مورينيو، هذا مورينيو، هذا ستايل مورينيو، هذا مورينيو. وعندنا واحد اسمه غازي حمد شمري، سنه 90 اخذ ليفربول الدوري، بعدها شجع ليفربول 91، لابس تيشيرت اخضر بالشارع يلعب معانا تيشيرت، سنين عجاف مرت على ليفربول ما اخذ دوري، 2019 قط التيشيرت الاخضر اخذ الدوري، رد لبس تيشيرت اخضر الحين، كان ليفربول فلكس الحين، انا بقول له حط تيشيرت بالكبت يا غازي حمد ولا تلبسه ثاني مره، حتى محمد صلاح ما قام يوكل عيش. تتوقع ينجح مع روما؟ اذا كان المشروع جدي وفي في كاش اتوقع ينجح، خاصه اذا يعني اسم مورينيو يستقطب لاعبين النجوم صراحه. لا انا هذه شوف انا متفق معك من اول حلقه وكل كلام صح الا هذه. ليش؟ بالفتره الاخيره اغلب اللاعبين قاعد ينفرون منه، ما يبون، لانه قاعد يدمر اللاعبين النجوم، لان اكثر مدرب
في 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 العشر سنوات الاخيره عنده مشاكل مع النجوم هو مورينيو، وكل اللاعبين النجوم اللي قاعد يروحوا قاعد يعني يروح للنادي قاعد تشوف عنده مشكله مع لاعب. ترى المشاكل والله كل صح والله كل نادي قاعد يروح له في مشكله والله. بس انا ما اخذ جاي ديليالي ديليالي مسكين. شوف هو عنده مشكله بالانضباط ولا مو مشكله شخصيه، هو عنده مشكله بالانضباط بس. ترى وصالح يعني المدرب الوحيد اللي تشوفه بالمؤتمرات صحفية عقب الخسارة يقول لك اللاعبين، يحمل اللاعبين، يقول لك اللاعبين اللاعبين زيدان ما يخطئ ما يخطئ، واللاعبين يتحملون يقول لك انا اتحمل اتحمل الخسارة. انا بروح لتقرير بس ان نرطب في الاجواء. اخونا احمد العنزي ابو فواز زار المحترفين الليبيين تربي والزوي وتناول معاهم وجبة السحور ودار حوار يعني خفيف بسيط. خلينا نشوف زيارة أخونا أحمد العنزي لمحترفي كاظمة الليبيين. والله زي ما تعرف رمضان بالحق يعني الاجواء يعني اجواء طيبه يعني اجواء ممتازه. انا بالكويت بس زي ما تعرف لما تكون بعيد عن العائله تحس في نقص شويه صاير، فهمت؟ لكن الحمد لله كل الناس انا يعني مش مقصرين معانا، نحن متعودين على اللمه الصراحه يعني حتى وجبه الافطار تكون يعني سواء من يعني نقول إنها عمامك خوالك الأصدقاء المقربين، فعادة كل يوم تكون في مثلا في عزومة أو يوم بعد يوم يكون الشيء هذا، فعادة يعني متعودين على اللمة أكثر شيء. فذلك قلت لك نحسه في رمضان شوية ناقص، كي في حاجة ناقصة شوية، فهمت يعني؟ وحتى الأجواء يعني اللي صارت متاع قصة الكورونا منعت إن الأهل يجوا، يعني لو كان الأهل يعني يجوا حيكون في بيكون يكون افضل. ما انا دائما نقول لو مش مع اهلك ما تحسش بنكهه الشهر، لان عندنا تعرف عادات وطقوس خاصه يعني في كل واحد مع اهله وكيف انه يقضي شهر رمضان، فخصوصا اللمه يعني مع الاهل. ولكن ما انا نحكي لك اني تعودت اني دائما شهر رمضان اعتقد نحسب لك اننا الشهور رمضان اللي مع اهلي شوي مش كثير، اللي عشت برا اكثر من اللي عشت جوا. هو كان مش معك اهلك، خصوصا انا متجوز وعندي ولد، يعني ولدي عمره علي 10 شهور مش شايف الا شهر واحد. ف يعني لما تكون بعيد على العائله وعلى الاسره ففرق كبير. يعني انا نطبخ الحق يعني ندير في شربه عدس، شربه نحن عندنا شربه اسمها شربه ليبيه اللي هي شربه عربيه نقول اللي هي شربه الحمراء اللي هي شربه باللحم الوطني. فحاجات اذن في عندنا طاجين دجاج بالبطاطا، الحاجات اللي الواحد يشتهين مره لو يقعد في وقت مناسب ومتريح انه هو يقدر يدير الشيء هذا، ان انت زي ما تعرف ما فيش وقت بكل، تفطر الساعة 6:30 7 ويدوبك 7:30 صلاة التراويح، نصلي في صلاة العشاء وركعتين من صلاة التراويح ونعدوا للتمارين. أنا وأحمد يعني 24 ساعة في أن نكون في المسجد، يعني صراحة في جميع صلوات أو نكون في المسجد أغلى، لأن أنت تعرف حاضر وما نقدرش نطلع. فدائما يعني من صلاة الفجر للتراويح نكون في المسجد وبعدها نطلع، يعني فما فيش يعني ما فيش فرق كثير. لكن احنا نختلف في ليبيا شوي، انا طقوس شوي يعني سواء عندنا في ليبيا، انا بنحكي عن نفسي انا معروف من الساعه 4 اللي قبل الفطور كره قدم، بعد الفطور تروح مع العائله اذا كان تطلع مكان شوبينج تعمل القهوه تروح مع اصدقائك تشوف اصدقائك، فهيك طقوس عندنا في رمضان. بحبك والدتي كثير يعني، فعندي الأكلة الرز بالخلطة الأسبان، مع أنه ما نأكلهاش كثير في رمضان، دائما في رمضان أكل المشتقات اللي هن البوريك والبيتزا والسمبوسة. في عندنا كسكسو، الكسكسو معروف يعني حتى في الكويت اللي هو الكسكسو المغربي يقولون يعني يعرفوه بالكسكسو المغربي هنا في الكويت. وفي عندنا أكلة ثانية اللي هي الرز بالخلطة، يعني نقولوا لها هنا تقولوا لها أنت وش يقولوا لها هنا؟ مكبوس ولا شو تقولوا له انت؟ مشبوس انتوا تقولوا له، مشبوس تقولوا له انتوا بالضبط. والله احلى شيء المشبوس، هو المشبوس المشبوس اكثر شيء يعني. انا من عشاق المنسف، من محبي المنسف، فلكن
والله نحن متفقين على عدي ان شاء الله يسوي لنا منسف ان شاء الله. عدي طبعا من الشخصيات الرائعه وشاطر يعني في المنسف، فان شاء الله الفتره الجايه راح ناكل عنده منسف باذن الله. شكرا اخوي ابو فواز، وانتظار المنسف من عدي الصيفي ان شاء الله. راح نروح كلنا بعد معزوم انت ان شاء الله. بس شوف على طاري ما عندي وقت بس للتوضيح اخوي وائل الصانع طرش لي، تكلمت عن مباراه سيتي وتشيلسي كانت بالكاس ومباراه بالدوري جايه يعني عرفت اللي قلت انها كان الافضليه. وخصوص اخوي عدي الصيفي، يمكن من اكثر الاشياء اللي غلط احنا كلجنه يوم كنا باللجنه ان احنا ما جبنا عدي، وكان اخوي الكابتن اسامه حسين يمكن هو واحد من اللجنه اللي كان متفق انه يبي استقطاب عدي للنادي العربي، وكان عندنا اختلاف. لكن اليوم بعد المستوى اللي ظهر فيه امام القادسيه، وانا استغرب امانه اخواني في اداره القادسيه عدم تجديد العدي، لكن هذا اللاعب صراحه مكسب لاي فريق. طيب شكرا احمد موسى، شكرا كابتن محمد الفيتشاوي مدربنا الوطني، شكرا خلف الدوسري على تلبيتك الدعوه، شكرا رزام عيسى. فزورتنا امس طبعا عرضنا فيديو جول ولا مو جول، وطبعا الفيديو او اللقطه هي هدف، كانت هذه اللقطه نشوفها مع بعض، ونشوف ايضا صاحب الحظ السعيد اللي فاز بالجائزه النقديه والعينيه المقدمه من شركه هايجين زهره بي 4. مبروك. نشوف فزورتنا اليوم وسؤالنا، ونذكر ايضا الجائزه وال هذه فزورتنا اليوم، منو حط الجول الخامس؟ هذه فزورتنا اليوم، منو حط الجول الخامس؟ اعتقد مقصوده هذا. ليش؟ لا لا مو مقصوده، احسن ختام. شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه معقمات هايجين يابيرين. انا في بس تغريده، ما عليه وائل، ما عليه بس تغريده، بس خل اشكر الشركات لما يجهز مخرجنا التغريده. شركه ونرز العالميه معقمات هايجين يابيرين، اطياب المرشود، مركز عبد الله تقي للاغمشه، الطياب المرشود، فارمالاند، شركه غرب الخليج العقاريه، دير اندير، معرض بريمير سبورت، وكلاء جيفا وزيوس في الكويت، ومعرض اسد للملابس الرياضيه. التغريده اخونا المصور والاعلامي اللي يصور صراحه ويتعب في الملاعب، في ملاعب كره القدم، يقول اتحاد القدم يتعامل مع المصورين بمزاجيه بمنع المصورين من تغطيه مباريات كره القدم والسماح لهم بتغطيه بطوله كره القدم للصالات وكره الشواطئ. والله يا اخوي عبد الله ابو صقر، انا يعني سؤال بس اخير او التعليق بسيط، يعني لو هذا الامر حاصل ايام الشيخ طلال رئيس الاتحاد ومنع المصورين من دخول الملاعب، تدري كان ايش صار؟ كان شفت محمد كرم كل يوم يحن بالبرنامج من اول حلقه لاخر حلقه، وما يخلي شيء ما يقوله عن الشيخ طلال، بيفوز القادسيه وضد الانديه الثانيه، وبيخش على الانديه الثانيه وبيسوون شغلات، وما يخلي شيء ما يقوله عن الشيخ طلال. الحين تبي يتكلم عن الموضوع؟ طبعا ولا لا راح يتكلم ولا غيره راح يتكلم عن الموضوع. انا اقول خلها على الله، في امان الله.